أحيت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العالمين الجديدة حفل ليلة الأبطال، وذلك في إطار احتفاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأبطال الأولمبيات المصريين الفائزين والمشاركين في أولمبياد باريس على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة. وقدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء عددا من الأغنيات الوطنية في حضور أبطال الأولمبياد أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد جبر وعبد اللطيف منيع وكريم أبو كحلة ومحمد السيد. وحرصت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية برئاسة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة على التقاط صور تذكارية مع الأبطال على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة.